إذن مشاهدينا الكرام، نسير بحضراتكم، نقترب من بداية ثامن الأشواط، حيث يتقدم هذا الشوط ليعلن عن منافسة جديدة واسم جديد يسير في عالم السباق ويسير في عالم الصغار، متحديا مسافة 1500 متر. المركز الأول تقدم كايد عبيد بن عامر بن عمهي المنصوري، أما المركز الثاني يأتي سراب عامر بن محمد بن ياسر العمري. نشوف المركز الثالث، هذا اللي وصل منبع محمد بن المر بن حلوة الاجتبي. المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام الحذر عبد الله بن ثعيلب الهاجري. المركز الخامس، هذا اللي وصل الآن متعب، عبيد بن راشد بن شاوي الأغضلي. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء للأسماء المتقدمة، ولكن كايد كايد الكايد الكايد لا زال على المركز الأول سايد، لا زال على المركز الأول يعاند يعاند. هو الكايد، ولكن أشوف الوصول عندك يا العمري. الله يا سراب، بدأ يتسرب سراب، سار وبحث عن الناموس عامر بن محمد بن ياسر العمري، ولكن أشوفك يا بن يعروف قادم. هذا هو اللي وصل، شاهين سالم بن يعروف الزرعي وصل الآن وخذ المركز الرابع. أشوف بدأت الآن العصي تلوح، بدأت العصي تتحرك والمطاية تتحرك، ولكن المركز الأول شرد، المركز الأول طار. هو سراب أيها الحفل الكريم، يسابق السراب. يا سلام، عامر بن محمد العمري 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 راح لهالي السلطنة يحمل التحية والسلام. سراب سراب سراب، تهانينا والناموس عامر بن محمد العمري. المركز الثاني سالم بن يعروف الزرعي. المركز الثالث، المركز الثالث مبلش عبد الله بن محمد بن يمعة بن يبر. والمركز الرابع يمعة بن سعيد بن علي الزرعي. التوقيت الزمني 2:10. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، واسعد الله صباحك يا عامر يا بن محمد يا العمري على هذا الفوز والناموس.